خدي بسم الهاري. سمع يا ست الفوزية؟ سمع البت دي وسنها الطويل؟ ايه بنت اللي الادب دي يا بنت؟ ده بدل ما تقولها بالهنا والشفا اللي هتتشكي في قلبك. امشي ندرع المطبخ. حاضر. يسلم فمك يا ست الكل. قولي لي يا بنت يا ورده، ما تعرفيش الحاج لما بيسافر بيروح فين؟ قاعده معناه لو كنت تعرف يا اختي. يا بنت عليا انا يا بنت الكلام ده؟ طب والنعمه دي؟ والنعمه دي على عينيا؟ انا ما اعرف، لكن لو عايزاني اسالك اسالك. اوعي يا بنت، اوعي تعملي حاجه زي دي. انا يا اختي مش ناقصه نصايب لو عرف. بقول لك ايه، المحروس ابنه ما تعرفيش بيفكر يشتغل ايه؟ هو انت يا ست فوزيه بتكرهي سي فتحي؟ طب لعلمك هو بيحبك جدا، وكل ما بتيجي سيرتك بيشكو فيك. انا يا بنت ده انا بحبه زي ابني، بس هي الولي امه المسوكه دي اللي عملته فيا دي ما نطقهاش. اقبل العمى ولا اقبلهاش. وهي راح يعني القلوب عند بعضها، هي برضو بتقبل العمى ولا تقبل كيش. وانت قلت عملت لها ايه؟ انا عملت لها حاجه يا اختي؟ ولا جيت ناحيتها؟ دي هي اللي قست قلب الحاج عليا. هي عملت ايه؟ عملت ايه ها؟ مش كفايه خطفت الراجل مني؟ ده الراجل ده ما كانش على لسانه غير فوزيه. لوزه فوزيه لوزه. بقى هي لو كانت متجوزاه قبلي كنت انا استجرى اخده منها. بس الحاج بيحبك قوي، بيقول ان انت احلى واحده اتجوزها. صحيح يا بنت، هو اللي قالك كده؟ واكتر من كده كمان يا ست الكل. الله، امال بيبعد عني ليه؟ هي حاطاه في كل حته في الشقه احجام، وكمان بترش له ميه. يا بنت ما انت قلت لي الكلام ده قبل كده. اها لا قلت لك على الميه، بس اول مره اقول لك على حجيبه. طب بقول لك ايه، هديكي حاجه ترشيها على عتبه بهيجه. ها انت يا بنت اللي تنشكي اللي جوه. نعم يا ست الكل. نشوف اتصلنت علينا يا بنت. وانا هصلت ليه؟ وهستفاد ايه من الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ اكيد انت جاسوسه وبعتها لي بهيجه. بص عليك يا ست فوزيه، دي انت حتى غاليه عندي قوي. ده كفايه طيبه قلبك وخفه دمك. ياه، دي انت حاجه كبيره عندنا قوي. ربنا يخليكي لينا يا رب. بس يا بنت انت هتشحتي بيا ولا ايه؟ امشي جري، هتلاقي في ازازه في درج كومودينو. امشي هتعمل اوضه النوم اللي فيها العمل. يخرب بيتك. اوعي تجيبي سيره لحد يا بنت، انت فاهمه؟ يلا نجري. حاضر. بيتك هتوديني في داهيه. عرفتي بقى يا ورده هترشيه فين؟